أعزائي مشاهدي ومتابعي صوت الناس في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. معكم محمد موفي في محافظة البحيرة. إحنا الآن من داخل يعني منزل محمد ملاوي ابن مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. كان يعني هناك يعني فيديو انتشر خلال الساعات الماضية الخاصة ب يعني العريس وخطيبته. هو طبعا مش زوجته ولا حاجة. اللي انتشر ان اتقال يعني كان في خلافات، وان في خلافات ما بينهم وكده. هتوضح معانا والدة محمد الملاوي. اهلا بحضرتك، أهلا بيك. اهلا بيك. عايزك بقى حضرتك توضح لنا اللي اتقال كده، واللي انتشر خلال الساعات الماضية من الفيديو اللي انتشر لمحمد. بص، هو مفيش زي هما بيقولوا، مفيش ان العروسة مغصوبة ولا في زعل ما بينهم ولا في أي حاجة. هما الاتنين كويسين ومفيش أي حاجة، هو سوء تفاهم ما بينهم. بس صاحبة الكوافير كانت بتصور، أثناء ما كانت بتصور محمد بيقول له صور للذكرى، يعني تمام. محمد بيقول له صور صور، مش عارفة اسم الكوافير ايه، بيقول لصاحب الكوافير صور، بس هو مش بيقول له صور ان هو ينزل ويعمل ترند على حسابه ولا يعمل ده كله ولا يشهره بالطريقه دي، لا هو بيقول له صور للذكرى بحيث بعد كده ان هم تبقى ذكرى لهم. وخطيبته مش مغصوبة عليه ولا اي حاجه، حتى خطيبته عن قريب هتطلع وتبرأ كل اللي اتقال ديت بلسانها ان هي مش مغصوبة ومش اي حاجه، هم بيحبوا بعض ومفيش اي حاجه، وحتى هم واخدين بعض عن حب ومفيش ده كله خالص. هو كان سوء تفاهم هم بسيط. اصلا مخطوبين مش متجوزين. لا هي خطوبه مش جواز، بس هي كان لون الفستان علشان لونه مدي على اللون الابيض واللون الاوف وايت، مدي على اللون الابيض، هم فكروا ان هي جواز. وهو الاختلاف والناس اللي تعليقات الناس البايخه اللي كانت بتيجي وبتقول ان هو رايح مستهزئ بيها، ولا مش هو مش مستهزئ بيها ولا حاجه، هو بيحبها بدليل ان هو جاب لها احسن حاجه وافضل حاجه، وكان نفسها تروح كوافير وداها كوافير ولبسها احسن حاجه، وما دورش على نفسه، هو فضلها على عليه هو. بموضوع البدله وموضوع البوكيه الورد اللي جالته الارتست ديت اللي هي الكوافيره دي كلها فبركه اعلانات، ودي كلها ما فيش اي صحه من الكلام ده كله ان هم مختلفين مع بعض ولا ان هم مغصوب عليهم. والاستاذه اللي جت نزلت من صوت لا مصر لا ديت، مش عايزين نذكر حد بعد اذنك، معلش. ان هي بتقول ان العروسه مغصوب عليها، العروسه مش مغصوب عليها ولا اي حاجه، هي كانت بس زعلانه منه سوء تفاهم بسيط، وهو بيراضيها. حتى انتوا شايفين واضح عندكم ان هي وهو بيراضيها ازاي وهي زعلانه منه. اي حتى لو متجوزين، حتى بعد الفرح بيحصل كده، وبيحاول ان هو يصالحها. انا مفيش اي حاجه، مفيش داعي للكلام اللي بيحصل ده كله. انا عايز اقول لك ان محمد الناس كلها تعاطفت معاه، وفي الاول والاخر زي ما قلت لحضرتك احنا جايين معاكم مش ضدكم، ملناش علاقة بأي حاجات تانية. أو الناس خدت الفيديوهات وتنوعت إزاي، أو الصور، أو يعني كله بياخد كوبي بيست، فإحنا مالناش علاقة. فإحنا أنت حضرتك بتوضحي معانا الأول والآخر الفكرة. تاني حاجة حضرتك قلت لي إن الأرتيست دي كان هو كان في الفيديو كان بيقول لها صوري صوري. عايزك صوري حضرتك، انت بتقول هي بتقول صوري صوري، وهم معلقين على ان هي صوري صوري عشان تنشر. لا هو مش عارف ان هي هتنشر، هو مش عارف اي حاجه ولا يعرف حاجه عن اللايكات وانا عن الحاجه ديت كله. هو اصلا ما معهوش فيس ولا يعرف حاجه عن الفيس. هو اتفاجئ انه امبارح المغرب بحد من صحابه بيوري له التليفون وبيقول له شوف انت بقيت ترند. هو مش عارف يعني ايه ترند، هو مش عارف اي حاجه ولا كان شاف الفيديو اصلا، لانه ما كانش معاه فيس وقتها. اللي هو ما عرفش اي حاجه عن الكلام ده. هو بيقول لها صوري للذكرى، ان يعني بس عروسته هي زعلانه وهو عايز يصور للذكرى بعد كده تبقى ذكرى، ان هو يفكرها ويقول لها لما كنت زعلانه مني وانا بنحاول ان ارضيكي. هو ده بس الفكره. لكن الخلافات لو هو مغصوب عليها ولا كان في ورد ولا ما بينهم طبعا، ولا في كلام صحه من الكلام ده كله. حتى الكوافيره لما هي نشرت الفيديو، هي اللي نشرته من غير اذن محمد ومن غير اذن اي حد، ولا العروسه قالت لها انشري ولا محمد قال لها انشري. هو كان بس بيقول صوري مش انشري، حتى لو واخدين بالكم من الكلام هو كان بيقول لها صوري او صور، اللي كان بيكلمه صور بمعنى صوره للذكرى، بعد كده ياخدها صوره على تليفونه، صوره اي حاجه، ان هو صوره يعني للذكرى مش فيديو يعني. لا مش فيديو، ان هو ينتشر. يعني هو ما كانش عنده علم ان هو ان هو بيصور لا كان فيديو. يعرف ان هي بتصور فيديو، ولا كان يعرف ان هي هتعمل كده ولا هتنشر كده. ما هي كل الكلام ده كله هي اللي عملته الارتست وجوزها.
بعد كده نزلت باعتذار لما لقت ان الدنيا وسعت، نزلت باعتذار الساعه 5 الفجر وبتقول في الاعتذار ان العروسه مش مغصوبه ولا حاجه، والعروسه كانت كاتبه اسم العريس على اسمها على ايديها. فعلا هي العروسه كاتبه حرف العريس على الارتست اللي قالت هي الارتست اللي قالت كده. حتى هتلاقوها مصرحه بكده على صفحتها هي، ان 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 هي كاتبه اسم العريس على ايديها، وان هي كانت فرحانه، وهم لما راحوا يحجزوا الكوافير مع بعض كانوا مبسوطين وما كانش في اي حاجه ما بينهم خالص، وما كانش في اي حاجه، هو خلاف بسيط وزي ما بيحصل اي حاجه. انا مش عارفه الناس عاملاها موال ليه. هي في الاول والاخر خلافات شخصيه برضو، ما حدش ليه الحق ان هو يدخل فيها في الاول والاخر. ولكن برضو احنا مش عايزين نتكلم في، احنا بنوضح اللي الرياكشنات اللي كانت موجوده في الفيديو وبنوضحها بس مش اكتر. بص حضرتك، احنا مصورين صور عائليه كتير خالص، بس ما ينفعش ان احنا ننشر الصور ديت الا بعد اذن اهل العروسه. اكيد طبعا، علشان خاطر دي صور لها هي. اولا احنا لعادتنا ولا تقاليدنا من ان احنا نعمله كده، لازم نستاذنوها الاول هي واهلها عشان دي صور لها تتنشر. احنا مصورين انا ووالد العريس وست العريس وعماته واخواته واصحابه كلنا مع العروسه، وما فيش اي حاجه، وكانت مبسوطه. وبعد كده احنا جينا والعريس فضل قاعد عندهم لحد الساعه 12 بالليل سهران عندهم. بعد كده جه وما فيش اي حاجه، وتاني يوم كويسين مع بعض، وراح ودى الفستان الكوافير وما فيش اي حاجه لحد ما الفيديو انتشر. ما فيش لا خلافات ولا في اي حاجه. انتوا رد فعلكم ايه بقى لما اول ما الفيديو انتشر؟ رد فعلنا زي اي حد، زعلنا وغضبنا، ومحمد غضب غضب شديد خالص، ونفسيته اتاثرت لان تعليقات بايخه جات له خالص، وفي ناس حسبي الله ونعم الوكيل بتتريق عليه وبتقول في حقه كلام مش كويس، وبتقول في حقه ان هي ان العريس ان العروسه قرفانه منه، وان العروسه مش عايزاه، وان العروسه مغصوبه عليه، وان هي كانت بتبكي، وان اهلها غصبينه عليه. بس لا، اهلها مش غصبينه عليه، هي بنفسها اللي موافقه عليه. وانا شخصيا رحت لها مره واثنين وثلاثه وقالت انا موافقه، ويوم الذهب كنا احنا معاها بنجيبوا الذهب وما فيش اي حاجه، وكانوا كويسين مع بعض، وكان بيخرج معاها وراح خرج معاها واشترى لها طقم، وما فيش اي حاجه، ما فيش اي صحه للكلام اللي بيتقال ده اصلا. ما فيش اي صحه للكلام ده كله، ما فيش معلش يعني علشان ايه ابوها ولا امها يغصبوا عليها. ما فيش بنت النهارده بتتغصب على اي حاجه. اكيد طبعا، ده انا لو عايزه تشتري طقم مش جواز هتعيش فيها مدى حياتها، ما بتاخدش الا ما بتقتنعش الا برايها هي، وبتلبس اللي هي عايزاه هي. اما ما بالك ده بقى هيبقى شريك حياتها مدى الحياه، هتنغصب عليه ازاي؟ وعشان ايه ابوها ولا امها يغصبوه؟ طب هو معلش سؤال، يعني هو ليه بس ما لبسش بدله يعني؟ هو مرضاش، هو مرضيش، ومش عشان الماديات، الناس مش بص، هو اتكلم ان هي علشان خاطر الماديات، وان الدنيا زنقت معاه في وقت ان الشبكه جت في وقته قصير، وان هو ما لحقش ان هو يشتري البدله وكده. هو قال كده، حتى قال في تصريح ان انا جبت دبله ب 40 جنيه، هو قال كده ب 40 جنيه بس، هو لبسها افضل حاجه. دي حاجه مش بتعيبه، بالعكس، بل دي تكون حاجه حلوه في حقه هو، ان هو فضل خطيبته عليها، وهو قال في تصريح ان انا عايزها تكون احسن واحده في الدنيا. معلش يعني ايه طقم كلاسيك من بدله؟ ليه الناس بتعلق على يعني كده؟ هي مثلا كان عندها علم ان هو هيلبس كده ولا هو لا مثلا؟ هي ما كانش عندها علم ان هو هيلبس كلاسيك، هي كان عندها علم ان هو هيلبس بدله. ممكن هو اللي غير، ممكن يكون ده الخلاف. هو ده اللي يكون ده الخلاف اللي غيره، هو ده اللي زعلها. بس خلاف عادي يعني، بسيط، مش خلاف يعني. هي الناس باصه من وجهه نظر، واولا الناس ما تبصش لكده، اولا احنا في زمن صعب، واللي يفتح دلوقتي مش الحكايه حكايه لبس بدل ومظاهر، المهم ان الواحد يكون يقدر يفتح بيته وخلاص. انا عايز اقول لك الناس كلها هنا متعاطفه معاه وبتشكرك وبتقول لك هو محترم وحضرتك محترمه جدا، فكله بيشكر فيه يعني، فكله متعاطف معاه، ما حدش ضده يعني. هو ما عملش حاجه غلط، وما عملش حاجه حرام، وما عملش حاجه تغضب ربنا. وانا بقول انت راجل، علشان هو بيقول انا محروق، وانا محروق ان انا نطلع، وانا زعلان، وانا كده، ومش عايز يطلع يروح شغله. قلت له لا، انت ما عملتش حاجه غلط، انت كل اللي عملته ان انت كنت ماشي على جدك، يعني ان هو ماشي بمبدا ان هو ماشي على جدك، مش عايز ان هو ده مش عيب ولا حرام يا استاذ، ده ولا عيب ولا حرام. وبعدين في ناس قالت برده في تعليقات ان هو ما جابلهاش شبكه، لا هو جابلها شبكه. بص عايز اقول لك على حاجه، زي ما كان في كومنتات سلبيه كان في كومنتات ايجابيه كتير، وناس كتير قالت ده هو شكله غلبان وشكله طيب وشكله شقيان وشكله بيحبها بجد. فيعني هو بيحبها بجد يعني، وكان بيعيط علشانها، وكان بيقول ان انا بنحبها، وهي كمان بتحبه والله. والنهارده الصبح قالت له انا لو عايزني نيجي نصور معاك في البيت هنيجي نصور معاك، بس والدها هو مش عايز يبينها في صوره زي ديت يعني. انتوا تواصلتوا مع الارتست اللي نزلت الفيديو؟ احنا ما تواصلناش، هي بعتت لنا ان هي كانت عايزه محمد يصور معاها تاني هو والعروسه بصوره مع بعض تاني، ان هم كويسين، وان اللي حصل ده سوء تفاهم بس، وما فيش اي خلافات ما بينهم. بس محمد رفض ان هو يصور مع الارتست، لان هي اللي عملت كل ده، وهي اللي وصلته للدرجات.
تمام ماشي. احنا معانا برضو محمود صح مش كده؟ اه معاك محمود صاحب محمد. ودلوقتي بعد اذن حضرتك كل الخلافات اللي حصلت في الاستوديو كل ده الكلام ده مش حقيقة تمام. وصاحبة المكان اللي هو تبع ارتست هي اللي عملت كل ده تمام. والكلام انا عايز اقول لك ان الكلام ده كله مش حقيقة تمام. واحنا جايين نسجل معاك النهارده عشان نعرفك فين الحقيقة. هي الحقيقة اللي احنا بنتكلم فيها وبنقولها لك دي كل اللي حصل ده وكل الخلافات اللي حصلت ما بين الصفحات والمتابعين والناس اللي جايه تصور وكل ده كل ده مش حقيقه تمام. وانا بحب اوضح لك الكلام. ووالده محمد لسه متكلمه معاك دلوقتي تمام. وبينت لك الحقيقه فين وكل ده اللي عندنا والحقيقه ايه باينه قدامك. بس احنا في الاول والاخر جايين نوضح الحقيقه. وزي ما قلت لك برضو اولا واخيرا احنا معاكم مش ضدكم. ومحمد انتوا ناس في الاول والاخر كرمه وناس محترمه وتستاهلوا كل خير. ومحمد يستاهل كل خير هو وعروسته. ومش عايزين نزايد اكتر من كده يعني عن الموضوع وكفايه اللي حصل. وفي الاول والاخر يعني ايه بص يا استاذ بعد اذن حضرتك احنا هنا عالم ارياف تمام. عالم شيانه وعالم بتصحى من نومها بدري بتشوف اكل عشها تمام بسبب فيديو اتنشر تمام. كانت الشبكه موجوده يوم الخميس محمد طلع يشوف اكل عيش وبرضك ماشي بنجري على الجنيه عشان نعمل 100 جنيه كل يوم ولا 150 جنيه عشان ربنا راضينا تمام. يجي ناس زي ديت تنشر فيديوهات لينا عشان يتكلموا ويعيبوا فينا تمام. احنا ايه ما حدش بيتعاد الراجل ما بيتعيبش خلي بالك. بس هو محمد فضل نفسه تمام فضل خطيبته عنه. بس انا بس عايز اقول حاجه مع احترامي ليكم عشان بس ما نبقاش متحاملين على حد. ممكن الفيديو اللي انتشر ده ممكن هي مثلا بحكم شغلها او هي مثلا بنيه مثلا ايه ما تقصدش او حاجه. انا ما اعرفش ما اظلمش حد وعشان برضو مش متحمل على حد. بص يا استاذ مفيش حاجه اسمها هي دي الفكره. كانت استاذنك يا استاذ حضرتك بتقول انت احنا مش عايزين نظلمه حد. كانت استاذنك منه الاول وكانت قالت له ننشر ولا ما ننشرش. هي خدت نقطه ضعف ان هو بيقول صور ونشرت. بس في فرق بين كلمه صور وفي فرق بين كلمه انشر. ممكن كلمه يا استاذ تغير مسار الحياه بحالها. ممكن بكلمه تغير مسار حياتك بحالها. ممكن بكلمه الانسان يكون مسلم ويصبح كافر. ممكن يكون بكلمه يكون كافر ويصبح مسلم. بكلمه بتغير مسار الحياه بحاله. فهو هي استغلت ان هو بيقول صور ونشرت. هو ما كانش بيقول لها صوري علشان خاطر ان هي تنشر. هو كان بيقول لها صوري للذكرى. هي كانت استاذنت شافته هيوافق على الكلام ده كله. بعدين بعد اذن حضرتك هو لو عارف ان هي هتنشر كان هيخليها تنشر وخطيبته مثلا بتزق ايده او خطيبته مثلا بزعلانه منه او كده. ما كانش هيوافق بقى على حاجه زي كده. هو بس كان بيعمل الكلام ده كله علشان تبقى صوره للذكرى. وحسبي الله ونعم الوكيل وحقه كده كده هيجيله بس. تمام بشكرك طبعا. في حاجه اخيره حد عايز بيوجهها قبل ما نختم؟ لا انا كل اللي هنقوله حسبي الله ونعم الوكيل وحقه هيجي بالقانون. بشكرك والده محمد ملاوي من مركز كفر الدواب محافظه البحيره محمود صاحبه. وضحنا الفكره. بشكركم مش عارف اقول لكم ايه. شكرا لكم.